السلام عليكم. اليوم نروح نشوف المشروع تاع ازدواجية الطريق الرابط بين مدينة عين بنيان ومدينة شراقة على امتداد حوالي دوك نشوف هنا نقيس الطريق هذا حوالي 6 كيلومترات. وهنا نلاحظ نشوف الطريق هنايا هذا الطريق اللي راهي فيه اشغال حاليا لازدواجيته، ثم سوف نشاهد بعض الصور التي اخذت اليوم عن الاشغال تاع الازدواجيه تاع الطريق هذا. اذا هنا نلاحظ انه البدايه تاع الطريق هذا يبدا من مدينه تاع شراقه هنايا، اذا على مستوى المحور هدايا. هنا نشوفوا المحور هذا ونشوفوا هنا ان في البدايه الطريق راه يعني الاشغال تاع الازدواجيه هنا راهي بدات، وهنا نشوف هنا مازال الاشغال هنا في هذا الجزء هذا مازالت الاشغال يعني متواصله لازدواجيته. وكذلك هنا نشوف منطقه صعبه هنا فيها تضاريس صعبه، فيه بعض التراسمون هنا كذلك لازدواجية الطريق هذا. إذن هذا هو المشروع، وأنا نشوف هنا الطريق عندنا خط مستقيم فيه أشغال نتاع الازدواجية هنا مثل على هذا المستوى هنايا، نشوف أنه فيه أشغال نتاع الازدواجية تاع الطريق هذايا اللي نشوف أنه يوصل إلى حدود مدينة عين بنيان هنا، ونلاحظ هنا كذلك فيه اشغال نتاع يعني تاع الازدواجيه نتاع الطريق هذا. اذا هذا هو الطريق، وهذه هي الاشغال اللي راهي. نترككم تتابعون الصور نتاع المشروع هذا، واللي نعاود نذكر انها اخذت اليوم هذه الصبيحه بمناسبه زياره والي ولايه الجزائر العاصمه الى هذا المشروع. إذن أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.